طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود لكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استقرار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم من جديد. لماذا يعمد ساسة العراق ومنذ عام 2003 ولغاية الآن لجعل العراق ساحة للصراع لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية؟ ألم يكفي العراق وخاصة منذ 16 سنة ما تعرض له من مآسي وحروب وتهديم للمدن وتهجير بالملايين بسبب سياسات طائفية؟ لماذا تسمح الحكومة في العراق لميليشيات مرتبطة بإيران بإقامة مصانع عسكرية إيرانية لتكون أهدافاً لطائرات يقال إنها صهيونية؟ أليست الهجمات الأخيرة على مخازن الأسلحة التابعة لميليشيات تابعة لإيران تسببت بخسائر وخوف وذعر في صفوف المدنيين العراقيين؟ إلى متى يبقى الساسة القادمون من إيران يفضلون مصلحة إيران على مصلحة العراق؟ ماذا يقصد نور المالكي رئيس الحكومة الأسبق بقوله إن العراق سيتحول إلى ساحة حرب إذا تعرضت إيران لأي خطر؟ ما هي الإمكانيات العسكرية التي تمتلكها الحكومة والميليشيات لمواجهة الكيان الصهيوني التي قال عنها المالكي؟ لماذا يدفع بعض المعممين بفتاواهم للدفاع عن إيران بينما يعاني العراق ما يعاني؟ أين سياسة النأي بالنفس وإبعاد العراق عن شبح الحروب التي ما زالت تلاحقه منذ 16 سنة؟ أين السيادة والقرار الحكومي إذا كان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي منذ 3 أيام يفشل في جمع قادة الميليشيات على طاولة واحدة؟ أليس الحشد مؤسسة يرأسها رئيس الحكومة؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامج صوتكم، حيث هدد رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بتحويل العراق إلى ساحة حرب تجر إليها العديد من الدول إذا تعرضت إيران لأي خطر. المالكي ذكر بأن إيران ستقوم بمواجهة الاستهداف الجوي الصهيوني لمقار ميليشيات الحشد في الأراضي العراقية، معترفا بأن الغارات شملت أكثر من 12 مخزنا لميليشيات الحشد، الأمر الذي عده مقدمة لضرب إيران ومصالحها. دعونا نتابع تصريح المالكي. ثبوت بالدليل أن استهداف مخازن السلاح من إسرائيل سيجعل الأرض العراقية ساحة مواجهة وساحة حرب، أيضا لدينا وسائل رد سيكون لإيران موقف ودخولها لمواجهة العدوان العسكري الجوي الإسرائيلي على المواقع، لأن النتيجة هذه مقدمة لاستهداف إيران. أيضا حد الآن وصل إلى 12 مخزن من مخازن الإتات قد ضرب.
ثبوت بالدليل أن استهداف مخازن السلاح من إسرائيل سيجعل الأرض العراقية ساحة مواجهة وساحة حرب. أيضا لدينا وسائل رد سيكون لإيران موقف ودخولها لمواجهة العدوان العسكري الجوي الإسرائيلي على المواقع، لأن بالنتيجة هذه مقدمة لاستهداف إيران. أيضا حد الآن وصل إلى 12 مخزن من مخازن الإطلاق قد ضرب. إذن رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي قال في اتصال هاتفي مع أحدى الوسائل المحلية، وكما استمعنا إلى جزء منه، بأن العراق سيرد على الكيان الصهيوني كما يقول بقوة في حال ثبت تورطه بالهجمات التي شنتها طائرات مجهولة على مواقع الميليشيات منضوية ضمن الحشد الشعبي. المالكي أضاف إذا استمرت إسرائيل كما قال باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيها أكثر من دولة ومنها إيران، وبين بأن أمن المنطقة الإقليمية التي يشكل العراق محورا أساسيا فيها هو أمن مشترك وحمايته مسؤولية جميع دول المنطقة. طبعا هو أوضح إذا ثبت تورط إسرائيل باستهداف مقرات الحشد كما قال فإنها بذلك تخلط الأوراق وتعرض أمن المنطقة للخطر. ما هو رأي المشاهدين بتصريح المالكي بجعل العراق ساحة صراع في حال تعرض إيران لأي خطر، واعترف ب 12 هجوم على مقرات لميليشيات الحشد الشعبي هي عبارة عن مخازن أسلحة، وكما تشير التقارير وتصريحات من داخل الحشد بأن هذه مخازن لأسلحة إيرانية ومنها مصانع إيرانية لتصنيع صواريخ. معنا اتصال أبو حيدر من الأنبار، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم أخوي أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. نور المالكي يقول العراق راح يصير ساحة صراع وحرب إذا تعرضت إيران إلى أي خطر. شنو مصلحتنا إحنا العراق؟ صار لنا 16 سنة إحنا ما شاء الله مقضيها كلها حروب ومآسي وتهجير وتدمير، وما يعني ما مر يوم ولا أسبوع ارتاح به العراقيين. شنو مصلحتنا إحنا نجي نصير ساحة حرب لمصلحة إيران؟ إيران عندها صراع ويا إسرائيل، عندها صراع ويا أمريكا ويا غير دولة، إحنا شنا علاقة؟ والله يا أستاذ عمر إحنا ما عندنا مصالح عراقيين، ما عندنا كل مصالح، إحنا عندنا ذين بجانبنا إنه هي هاي الحكومة الجهاز اللي تحكمنا، هاي النقطة الأولى. اثنين، هي أولا أمريكا ما احتلت العراق أستاذ عمر إلا سلمت، مو سلمت لإيران. يعني هي الحكومة إيرانية، الميليشيات إيرانية، اللي يكون بلد إيران، اقتصاد البلد بيد إيران، السياسة بيد إيران، هاي واحدة. اثنين، إيران مصرحت مرارا وتكرارا إن العراق ساعة خلفية لإيران. إيران. نعم. وقالوا كم مرة قالوا علني بيقولوا. بيقول لك إحنا عندنا جبهة في العراق، وجبهة في لبنان، وجبهة في اليمن. عندهم ما شاء الله هواي عملاء وميليشيات وعصابات قتلة. زين. هاي نقطة. أنا بس أنا بستغرب على هذا المالكي. نعم. هذا ما تسمعني؟ أسمعك واضح. نعم. أستغرب على المالكي. وللأسف أكو بعض أنا أشوف مرات شيوخه معقلة تتبع وتقعد وتتصند له. يزين يقول هاي إيران. أنت إيراني، روح لإيران وقاتل منا قاتل يمينكي. واحدة. واثنين، التحداك تحدي. أنا هسه مواطن عادي عراقي، مواطن عادي بسيط. نعم. أتحداك تحدي لا تقدر تضرب طلقة على أمريكا. يعني ما 16 سنة لا فوق رزقكم. مو 16 سنة أمريكا تحكمكم، مو مخليتكم مثل واحدكم مثل الإسرائيلي في المنطقة الخضراء. هذا بس إعلام أستاذ عمر. أقول لك بالله العظيم. هاي واحدة. واثنين، إذا هو يعني التغيير سهيل على إيران. أنا أطمن أقول لك ثق واعتقد ترى أمريكا وإسرائيل وإيران نفس الوجه. كلهم دول تجمع مصلحة واحدة. مصلحتهم يا المالكي ترى مصلحتهم بس العرب وقتل المسلمين. فأنت لا تصدق إنه مال أمريكا تضرب إيران. لا أطمئن. هاي نقطة. اثنين، أستاذ عمر لا أطمئن. أرجع أعرج على الفتوى مال عاري. قبل ما تعرج إذا سمحت لي، هو قال إحنا عندنا إمكانيات ونقدر الرد على الكيان الصهيوني في حال ثبت يعني تورط بالهجمات القصف على مقرات الحشد.
شنو الامكانيات اللي عندنا احنا حتى نضرب اسرائيل؟ يعني احنا الى ما الى اي الى اي مدى عندنا امكانيات نقدر نوقف هجمات؟ احنا اذا طيارات تفوت وتقصف وتطلع وما حد يدري بيها، شنو الامكانيات اللي تحدث عنها المالكي برايك بالله؟ استاذ عمر هو نعم. لو يستحي اقسم لك بالله ما يطلع في التصفيه. يقول لك انتم مو جوكم هذا مال 10,000 واحد. نعم. مو جايك جيوش العالم 60 دوله. مو طيار 60 دوله على مود 1000 واحد. فاقول لهم كلام هتلف. انت اسرائيل، انا مو احبهم باسرائيل لا والله. نعم. بس الرجل المفروض يعرف قيمته وقدره. انت شو عندك حتى جديد؟ انت تبيعش بالسباح لو بالمحابس مالته. شنو اللي عندك؟ طياره بها خير، عندك صواريخ بها خير، عندك دفاعات جويه، وعندك شو اسمه؟ هذا اقسم لك بالله هذا يطلع حي تصريح. مجرد ارضاء يرى هم جيود ذولا مطايا الفرس. هم ذولا مطايا الفرس. يعني اذا كل طريقه يكون رجل حتى يكون ايران راضي عليه. لا اكثر ولا اقل، مو مثل بس اعلام يعني مو قبل طلعوا. قبل طلع تصريحات وهم كانوا يهددون ويهددون. جينا امريكا مو يمك امريكا، على السفاره الامريكيه مو بنص بغداد. دخل يصير الزمن يروح يضرب له طلقه. نعم. يقول لك بالله ما يقدرون. استاذ عمر قبل لا انسى بس اريد اعرج على الفتوه مال الحائري اذا سمعت. نعم. الفتوى مال الحائري بقول له انت لعد غيبتك وين كانت؟ مو بلدك هذا اسمه العراق بلدك اذا نعم. اذا انت عراقي ولا والله انا شوف ليش ما اعطيت فتوى جهاز ضد الامريكان؟ عندك شيء تضيفه ابو حيدر؟ انت تريد تتكلم ما اعرف عن قاطعتك يعني قبل شويه. والله يا استاذ عمر نعم يعني احنا قسما بالله محروقين مقلوب. يعني انا دفتر انت ايراني ومرجعك ايراني وعايش بهالبلد. يعني خلي عندك شويه غيره شويه حتى لو ذره من الغيره بالصف. خلي نعم. شويه قول شي هذا الشعب شنو ذنبه؟ تتقتل والله في سبيل ايران. وانا اشكرك استاذ عمر. انا اشكرك ابو حيدر من الانبار كان معنا. طبعا رئيس الوزراء رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو صرح يوم امس بان تل ابيب تعمل ضد القواعد العسكريه التي تقيمها ايران في العراق واليمن وسوريا ولبنان. وطبعا هذا ياتي في وقت اكدت فيه صحيفه الجارديان البريطانيه بان العراق دخل في عمق الصراع الأمريكي الإيراني المتصاعد، وأكدت بأن تل أبيب تسعى لتوسيع دائرة استهداف الوكلاء الذين تدعمهم إيران من سوريا إلى العراق ضمن ملف صراع النفوذ مع إيران. معنا اتصال أبو حسين من الرمادي، تفضل أبو حسين. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أبو حسين. المالكي يقول احنا نخلي العراق ساحة صراع اذا تعرضت ايران للخطر. في اتصال هاتفي في احدى الوسائل الاعلام المحلية سألوه على موضوع قصف المقرات التابعة لميليشيات الحشد. نعم رأيك تصريح نعم. المالكي استاذ عمر نعم. تصريح المالكي هم علم هم ولد ايران صنيعة ايران نعم وميليشيات ايران وهم جايين يدافعون عن ايران في سبيل يبعدون الحرب عن ايران. وان شاء الله ما ايران ما تخلص من الحرب. امريكا ام الامم تسحق ايران وابو ايران واتباع ايران. هو اذا بي خير خلي يدافع عن اختنا من اهل النجف بايران وضوها فرصه وعينها. من حرائر العراق الشريفات العفيفات. نعم. واليوم كذلك امرأة أخرى عراقية تعرضت إلى الضرب هي وزوجها بإيران، هم في حالة ثانية. وما سمعنا ولا مسؤول بالحكومة طلع حشا قال إيران ايش تسوي أو مثلا احنا نستنكر. حتى إذا هم حسبوها مثلا تصرف فردي مثل ما هم دائما يسموه، ما سمعنا ولا صوت. استاذ عمر هاي اهانه لهم، هاي اهانه لهم. اذا هم يقول لك احنا حكومه عراقيه هاي اهانه لهم. نعم اهانه لهم هاي، لانه هذول ما عندهم كرامه ولا محسوبين كدوله حاكمين بلد ومعترفين دوليا. يعني هذول ما لهم قيمه عند الشعب العراقي.
وكل الشعب العراقي ما يريدهم، وكل الشعب العراقي ما يحبهم. فاحنا نطالب، يعني نطالب الامم المتحده والحقوق الانسان الدوليه ان يحاسبون هاي العصابه المجرمه التي اجرمت بحق الشعب العراقي. نعم. أنا أشكرك أبو حسين. بالنسبة هم إيش؟ وين عندك مقاومات عيني يا أستاذ عمر؟ نعم. وين عنده مقاومة حتى يقاوم إسرائيل؟ نعم. وين عنده مقاومة هو؟ خليه يروح يشوف البسطية ويروح يبيع محابس، يبيع سلاح، خليه يروح أحسن أشرف له. هم إن شاء الله أيامهم اقتربت بإذن الله. وأنا أشكرك أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو حسين من الرمادي كان معنا. طبعاً صحيفة معاريف الصهيونية قالت بأن العراق أصبح شبيهاً بسوريا، وبينت بأنه يمكن مهاجمته بشكل منهجي، ويعني شددت على أن الهدف من الغارات هو منع إنشاء قواعد صاروخية قادرة على إلحاق الضرر بالكيان الصهيوني. ذكرت الصحيفة بأن إيران التي تكبدت خسائر عديدة في أعقاب الغارات الجوية في سوريا قررت نقل مركز ثقلها بالمنطقة إلى العراق، لكنها اكتشفت بأن تل أبيب تعاملت بالأسلوب نفسه. أضافت الصحيفة الصهيونية بأن وكالات الاستخبارات الغربية تعتقد بأن تل أبيب تشجعت على شن غاراتها على بغداد بسبب نجاح عملياتها العسكرية الجوية المستمرة في سوريا. هذا للحكومة التي تدعي السيادة وسيطرتها على كافة أجهزة الدولة ومن ضمنها ميليشيات الحشد الشعبي. تم نقل مخازن الأسلحة ومصانع الأسلحة الإيرانية في سوريا بعد تعرضها لضربات عديدة من قبل الكيان الصهيوني. نقلوها الجماعة وهم الممنونين، وما حد يقدر يفتح حلقة إلى العراق حتى العراق يصير هم ساحة حرب. تدرون ما شاء الله العراق يعني مرتاح كل شيء ما عنده، فلازم يعني يصير بشوية مشاكل. يعني تدرون 16 سنة العراق حال سويسرا المواطن مرتاح. طبعا نذكر أنه القصف اللي صار على مقرات أو مخازن الأسلحة الإيرانية طبعا في بغداد يعني تسببت بحالة ذعر وخوف من قبل المواطنين. نشوف مقطع لذعر وخوف المواطنين في منطقة أبو تشير بالدورة في العاصمة بغداد في أيام عيد الأضحى المبارك اللي غادرنا قبل أيام. نشوف بالله المقطع. شوفوا لنا عزاء، شوفوا هاي العيدية مال الدولة مال الحكومة العراقية، شوفوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخوان بعد شو احترقت أبو تشير، احترقت أبو تشير، الله يحرقكم إن شاء الله. الحكومة العراقية احترقت أبو تشير، الله يحرقكم إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل بكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من ديالة. تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد، شنو مصلحتنا إحنا بالعراق لما نعرض العراقيين هم فوق الظلم والقهر والتهجير والبطالة والفقر والحالة الصحية المتدهورة، انتشار النفايات، الشوارع الخربانة، الوضع تعبان جدا، شنو إحنا نجي دا نصير والله ساحة حرب؟ مرة المالكي يطلع ويدعم النظام السوري، وقبله طبعا اتهم النظام السوري قبله بسنوات 2007 و2008 و2009 بأن النظام السوري هو اللي يرسل الإرهابيين إلى العراق، وراد يرفع عليهم شكوى في مجلس الأمن، وبعدين دعمهم وسهل الطريق لإيران وميليشياتها بنقل المعدات والأسلحة والأشخاص وفتحوا الأجواء. ليش إحنا نظل مثلا ساحة ونخسر من دماء أولادنا ومن أموال العراق حتى والله يقولون لنا شو يقولون لنا عافية مثلا؟ شو يريدون؟ شو يريدون ساسة العراق اللي جونا بعد العام 2003 من العراق؟ شو يريدون؟ أخويا اليوم أصبح العراق من هبة ودب،
نعم للأمالها إيران. قبلها مهندس الإرهابي هدد، وهسه بهذا نور المالكي هم هدد وقتل السجناء وعذب السجناء والأهالي كلها زين، وفلش بيوت السنة بديالة وصلاح الدين والموصل وكلها هجرة. فهسه هاي اللعبة يردون يحاولون حرب مال إيران يحاولوها بالعراق، يعني غير مستحيل زين. فمن راح يريدون يوضعون من يوضعون يوضعون أهل السنة بيها زين. فإن شاء الله هذا ما يصير. هسه هاي المقار المقار المنتشرة والمخازن اللي انضربت ما عرفت هذا السني وهذا الشيعي، يعني من اجى قصف ابو الطيارة والناس السكان اللي عايشين من كل الطوائف وكل المذاهب وكل الأديان، يعني الشعب كله ده يدفع الثمن. وياك تشوف يعني الخطة مالتهم، يعني شوف مخازنهم وين يحطونها، مخازنهم كلها بمناطق اكثرها مناطق السنيه يحطونها. لا وهم مناطق شيعيه ليش؟ بالعكس وياك يعني مناطق، يعني احنا ما نريد نسمي هالمسميات بس يعني العام تتذكر اللي صار بمدينه الصدر وغير الصدر وبالشرطه الرابعه وهذا ابو تشير ما يميز. كانوا ينفون كانوا ينفون يعني مثل جماعه بدر او مال البطاط وغيره المالكي كان شي يقولون خذنا سلاح لرمانة وما يعني ما يقولون إسرائيل إلا هي إسرائيل عن طريق قنواتها وهاي صفحتهم قالت إحنا جاي نقصفهم. يا الله ذاك الوقت هم قال إسرائيل قصفت وإلا أمر من إيران جاهم قال لهم نقلوا هذا الخبر، قولوا هاي إيران إسرائيل جاي تضربني الله نقلوا الخبر. ظلوا مستفرين على هذا الأمر شنو يعني معناتها يعني الجبن مالهم. فهم ما يقدرون يواجهون لا أمريكا ولا إسرائيل لأن هم بحماية أمريكا وإسرائيل، والحرب يعني الشفن اللي جاي يدفعون على إيران الحرب ما يصير بإيران يحاولونه بالعراق. يعني هم عفيته هم عملاء لإيران، هم ذلال إيران مثل مهندس عادل العامري نور المالكي هذول كلهم هم لو براهم خير ما جوا على الدبابة الأمريكية ما جوا. زين كانوا قبل يحشر على صدام حسين وصدام حسين، صدام حسين كان أفضل شيء أفضل شيء ممثل للشعب العراقي شو اسمه 35 مادة مادة 15 مادة من الحصة الثمانية، أما أنت مادة واحدة ما يقدرون الصحينات يجيبونها مدمرة. إيه كانت 14-13 نعم 13 مادة رحمة الله والديك صدام حسين يحسن عليها ألف رحمة على روحه بهذا اليوم. يعني هاي الشعب العراقي هم نفسيتهم جماعتهم جاي يرحمون عالية، هم رئيسهم هذا رئيسهم جاي أجساد يعير الشعب العراقي ها كرامكم كل واحد نص كيلو عدد هو هذا يجي يحارب إسرائيل يحارب أمريكا. نعم هم مجرد جو إبادة السنة درسة والسجناء بس ان ولا عزيز لا قالوا جاي يبلون السنه زين اخويا. نعم وانا اشكرك قلبي. ابو احمد من دياله كان معنا اتصال ابو احمد من واسط، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. سبق لاسرائيل ضربت العراق المنشات النوويه بالثمانينات بدايه الثمانينات وردت بكل عصريات كانت تعتدي على العراق لكن ما يعطونها أهمية مثل ما أهمية اليوم. هي جاء الحكومة منتخبة فصارت لك بعد حكومة والرد الرد لإسرائيل مفتوح أمام كل الشعب العراقي. وإسرائيل ليس لها حصانة عند العراقيين معروفة، لا أدى حصانة من السنة ولا أدى حصانة من الفاز ولا أدى حصانة من الشيعة. الكل الخيارات مفتوحة أمام الشعب العراقي بالرد على إسرائيل. شنو إمكانياتنا إحنا حتى ماشي يا أبو أحمد أرد أسألك ماشي هسا أنت اليوم راح أنت تبقى وياي بالاتصال أنت دشوف الشاشة بس راح أسألك سؤال أنت دشوف الشاشة هسا حاليا أشوفك ماشي بس نشوف مقطع قيس الخزعلي وهو يتجول في جنوب لبنان خلينا نشوف أنا وياك ونسولف راح نشوفه زميلنا المخرج هذا المقطع ده شوفه هذا بال 2017 تمام ابو احمد انا شايفه من غير شاشتكم تمام هو لا احنا بنذكر به احنا شن علاقه لما نروح هناك على الحدود الصهيونيه ونهدد شنو شعدنا احنا عندنا سلاح نووي مثل اسرائيل لو عندنا مثلا طائرات لو عندنا مثلا يعني منظومة دفاع عسكرية وجوية متقدمة شعدنا احنا احنا اليوم نسبة البطالة وصلت 50% الفقر هم كذلك بحسب أرقام وزارة التخطيط احنا نظلم جيشين
شنا احنا باسرائيل وشنا احنا بغير يعني احنا شنو يعني حرب بالوكاله الايران خاطر عيون ايران شنا علاقه احنا؟ احنا نريد نعيش صار 16 سنه متعذبين شنو مصلحتنا احنا؟ خل نكمل الحديث انا نعم الو اسمعك معنك. تفضل اول شيء تقولون الشيعة ما تقدر تضرب طلقه على اسرائيل ما حد شوف هذا الكلام الطائفي مرفوض نعم. ماشي لان الطيار من يجي يقصف منطقه بغداد وبغير بغداد ما راح يقول لك والله هاي هذا الصاروخ فقط يموت به الشيعة والسنة هذا الكلام مو صحيح حتى وعيب اسرائيل حتى نعم. اسرائيل تقول ما يقدرون يردون وامامنا كله خيارات مفتوحه مو بس من العراق من كل دول الاسلاميه العراق. ماشي احنا العراق نحكي على العراق تمام ابو احمد احنا عندنا عندنا صواريخ مداها 300 او 400 كيلو او 500 كيلو او 1000 كيلو توصل لاسرائيل مثلا حجوا يعني هذا الجيش تطلع دواعش ما يقدر يوصل اسرائيل شلون الجيش تطلع دواعش تطلع الحرر ثلث الحرات اللي صار بيد الدواعش ما يقدر الدواعش على الارض انت مو جيش نظامي يعني شنو احنا جيش نظام. انت برايك جعل العراق ساحه صراع وحرب ان كان ويا الكيان الصهيوني ولا ويا غيرها شنو احنا من مصلحتنا ايش عندنا احنا انت هسه تقول انتم تعتدون عليكم وتسكتون هسه تقول شنو مصلحه اسرائيل ضربتنا بالعراق لو ضربتنا باسرائيل ضربتنا بداخل العراق تمام ماشي ايش ضربت دافع عن تمام ما دافعاني انا وياك جاي شو دافع اسرائيل الدافع اصلا ولا تحب العراق انت ولا تحب اي لا صحيح بس انت تحب العراق اذا خلينا نكمل انا وياك انت ليش تعصب طب انت على كلامك انت ليش تعصب ابو احمد بعدك وياي انا خادمك لك كنت انت تحب العراق يعني شنو مثلا انا ما احب العراق لا شلون عرفتني ما احب العراق عندك جهاز فحصني وشلون؟ عن إسرائيل. زين ماشي. صدام. هسا عم يا صدام. دعيب هذا الكلام. اسمعني يا أبو أحمد. هسا إسرائيل ضربت مخازن مال حشد بيها سلاح إيراني. جابه هذا السلاح للعراق. شن علاقة إحنا؟ مصانع لتصنيع صواريخ باليستية. خبراء إيرانيين يصنعون بيها. واللي راحوا ولد الخايبة. شنو مصلحتنا احنا؟ هذا السلاح له فضل على كل العراقيين يا فضل شنو الفضل بالله؟ العراق رد ثلث العراق رد اي والله لو مو الطائرات الامريكية ابو احمد لو مو الطائرات الامريكية والتحالف الدولي ها؟ لا ايران ولا غير ايران خلينا نكون واقعيين احنا هو الطيران الامريكي والتحالف الدولي شنو كان شغلها؟ بس هاي انه احنا والله دنطي ننفخ إيران هي اللي سوت وهي اللي قدمت هذا مو صح حتى إحنا يعني نغيب دور الجيش والشرطة بالعراق يعني كأنهم ما لهم أي دور وهذا المعمم اللي طلع قبل كم يوم من ميليشيا النجباء قال حلوا الجيش هذا مو خوي الجيش هذا هم آني حشيتها لو معمم تابع الميليشيا النجباء شو تقول بي اللي يدعو الى حل الجيش عراقي هذا اللي تقول هذا معمم هذا عراقي ودافع عن العراق ماشي لعشون يقول بالله تعال حلوا الجيش هذا كل من يقدم رايه ما لا ماشي وانا بدي اسالك انت ليش تروح وتجي هو قال هذا الجيش هذا الجيش غير صالح وجيش ما ينفعنا واحنا لازم نحله ونخلي الحشد بمكانه هل هذا مقبول والله يا حبيبي انت تتحدث بلسان نتنياهو ان شاء الله على حبل المشنقه مثل صدام الشنقه ان شاء الله نعم ابو احمد انا اشكرك انت يعني رايك بس وطلعت انت بس العراقي وانت اللي تحب العراق وتريد ما شاء الله نفس عقليه المالك وجماعته يخلون العراق ساحه حرب وهم ما رايح لهم شيء كل شيء ما عليهم هم متنعمين ومرتاحين وإذا صارت الحديدة حارة يروحون يم أقربائهم وعمامهم إيران أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو مصطفى من السويد، تفضل ابو مصطفى. السلام عليكم اخو. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحيه لقناه الرافدين. حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. والله اليوم مع الاسف يعني العراق الخط الاول للدفاع عن ايران، مع الاسف يعني هاي شوف هاي نقطه يعني كلش كبيره انه العراق اليوم يدافع عن بلد دمر بلدنا، انقلب من الى حامل بوابه الشرقيه او حامل التدخلات الايرانيه بالعراق وغير العراق. هاي مشكله هسه ما شاء الله صار الخط الاول مثل ما تفضل. هاي خط الاول للدفاع عن الفرس المجوس، مع الاسف يعني بلد يعني لو بلد عربي مثلا نقول والله بيها باب جوابر ونعاونه نسنده، بس مو بلد دمر بلدنا 8 سنوات حرب وهسه هذا الاخر هذا القذر ابو احمد ما يصح. لا 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 ارجوك ابو مصطفى ارجوك بدون اي تجاوز. ابو 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 اخ ابو خفاف ماشي ما يخالف من قلوب. هو هذا رايه، هذا رايه واحنا كنا نسولف فيه هذا كل مره ترى بدون اي سب وغلط. ارجوك يعني ما راح اسبه يعني. نعم نعم تفضل. لو تشوف هذا كل مره يطلع يخالف عادي، هو حكى علي انا موافق، هو هو رايه هذا. نعم. اما بالنسبه للمالكي هذا واحد كذاب ومنافق ودجال، هو والعصابه مالته مال بالقضراء كلهم كلهم. هم رجعنا على زين. ابو 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 مصطفى. نعم ابو مصطفى، احنا احنا شنو امكانياتنا حتى ندخل في حرب استنزاف مع الكيان الصهيوني؟ ليش ما نكون واقعيين ونبتعد عن مثل ما يقولون العراقيين باللغه الشعبيه الهمبله؟ الى متى احنا نبقى على على هذا الحكي والسوالف واحنا نقدر واحنا هو وين احنا لو مو يعني الامريكان والتحالف الدولي اللي صارت بالاخير بسبب سياسته هو المالكي. نعم. احنا كان هسه والعياذ بالله العراق كله مسيطرين عليه الجماعه. شوف ابو خطاب يعني خلينا نكون واقعيين بالطرح. اي ابو خطاب عيني احنا. نعم. بالنسبه للعراق احنا كل لا عندنا طيران ولا عندنا دفاعات جويه، وابسط ما يكون اي دوله مجاوره تهجم علينا سقطنا هسه حاليا من 2003 ولحد الان ابسط ما يكون 300 واحد من داعش اربع خمس فرق عسكريين هزموا جاهم من التحالف، هم خلي يحمدون الله ويشكروه التحالف و38 و69 دوله جابوا وياهم. يلا يلا طلعوا داعش، وش داعش شي طلعه كل ما حكوا اخوان زينب وين اخوان زينب؟ كلهم هزموا الامريكان، الطيران الامريكي طلعهم ابو خطاب عيني. نعم. فاحنا ما عدنا لا عدنا حتى ايران ترى، حتى القوه الجويه الايرانيه ترى ضعيفه امام الكيان الصهيوني، امام الكيان الصهيوني ضعيفه، ما عندهم كل قابليه. زين واحد يقشمر على واحد. زين. نعم. فماكو ما عدنا لا عدنا احنا ولا ايران عدها، حتى ايران ما عدها، خلى العراق كبش فداء يدزون في العتاد وجماعتنا ده يتأذون. نعم. وأشكرك أنا ما أرد أطيل عليك لأن الكلام خاف وراي أحد يخاف. أنا أشكرك أبو مصطفى من السويد كان معنا. طبعا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت بأن الكيان الصهيوني هو الذي شن ضربات على مستودعات الأسلحة تابعة لميليشيات الحشد في العراق. الصحيفة نقلت عن مسؤول كبير في الاستخبارات في الشرق الأوسط بأن تل أبيب قصفت قاعدة تقع شمالي بغداد في تموز الماضي، بينما قال مسؤولون أمريكيون بأنها شنت عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة مستهدفة معسكرات الميليشيات الموجودة في العراق لحماية المصالح الإيرانية. طبعا صور التقطتها أقمار اصطناعية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمخازن الأسلحة التابعة لميليشيات الحشد في كل من معسكر الصقر في منطقة الدورة ببغداد وبلد بمحافظة صلاح الدين بعد الغارات الصهيونية مؤخرا، وهو ما تسميه المصادر العسكرية الأمريكية والغربية استهدافا لأهم محطات الجسر البري الذي يربط طهران بجنوبي لبنان، حيث ميليشيا حزب الله عبر العراق وسوريا. وإحنا شفنا قبل قليل شفنا المقطع اللي عرضناه وذكرنا به أنه قبل سنتين قيس الخزعلي لما راح وهو زعيم ميليشيا العصائب راح إلى جنوب لبنان وهدد من هناك لأنه الدفاع عن جنوب لبنان وتحرير فلسطين، ما أعرف بيش بالكلاشينكوف راح يحررون فلسطين. زين شو لك علاقة أنت تروح
هناك؟ يعني معقولة أنه فضل العراق ما شاء الله وصار عندنا أسلحة؟ نشوف هاي الصورة على الشاشة، صار عندنا مثلا سلاح نووي، لو عندنا مثلا طيارات تفوق الطيران الإسرائيلي والأمريكي حتى نروح. ليش احنا دائما ندخل العراق بالمآسي؟ ليش احنا دائما نمثل اللي موجودين، طبعا مو احنا اللي موجودين في العراق، الحكومة اللي الحكومات المتعاقبة اللي جت في العراق بعد العام 2003، ليش دا تمثل دور إيران في العراق في المنطقة؟ ليش العراق دا يدفع ثمن باهظ لهذه التصرفات وهذه السياسات؟ شن علاقة احنا؟ المنطقة هي مشتعلة، غير احنا على أساس جت حكومة ديمقراطية على أساس، ها؟ وجاي إذا تمثل الشعب العراقي بكافة أطيافه، جلبت كل الطائفية وجلبت كل الخراب إلى العراق، وبعد كل هذا الجماعة، بعد ما إحنا طلعنا من داعش والتنظيمات الإرهابية وخطرها كما يقولون الحكومة والأمريكان، يقول لك بعد ما زال 100%، نجي إحنا ندخل نفسنا في صراع مع الكيان الصهيوني، كنا نعرف قدرته وقوته. يعني عيب هذا الكلام، وغير مقبول لا منطقا ولا عقليا. وشفنا الناس، يعني هاي طائرة مسيرة ضربت مكان واحد في منطقة من مناطق بغداد، شفنا اللي صار بالناس الأبرياء، الناس على أساس عندها عيل وطلعت النساء. يعني هذا يرضي بشر؟ يرضي حكومة؟ معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ حياك الله يا هلا بيك، تفضل استاذ. بس انا رجعت هذا الحاشاك من الديوانيه. منو ابو احمد؟ ما نريد الرد، احنا نريد رايك بالموضوع. احنا كل اتصال، والله انا رايي بالموضوع هو يحكي على قدامه كيما قدامه. لا لا لا، نعم ابو احمد العفو، علي من بغداد. المتصل أبو أحمد من واسط، هو عند رأي جماعة هوا مع إيران، ويقول لك عادي إحنا قادرين على إسرائيل. أنا أريد رأيك أنت. والله أنا رأيي من يحكي هو على صدام، ويحكي يا دولة تعدت على صدام. نعم زين علي، إحنا حتى منظل إحنا في حلقة الماضي، إحنا ولد اليوم، احنا اليوم عندنا تصريح المالكي يقول لك العراق راح يصير ساحة صراع وحرب في حال تعرضت ايران للخطر. رأيك بهذا التصريح؟ والله شوف، هذا مو مال رئيس دولة او رئيس وزراء يحكي. لعدم رأي شنو هذا؟ والله ما اعرف، رأي واحد يعني، هذا يعني شو تقول يعني ميليشيات. رأي الميليشيات يعني هذا يريد يعرض العراق إلى خطر. نعم، شنو إمكانياتنا إحنا حتى ندخل في مواجهة عسكرية؟ إحنا شلنا شغلة بإيران، مو صحيح؟ شلون؟ إحنا شلنا دخل بإيران إحنا؟ بالضبط، هو إحنا شنو دخلنا وشنو إمكانياتنا حتى وليش؟ ليش ندافع؟ دخلنا بإيران، شنو دخلنا في سوريا، شنو دخلنا في إسرائيل، ما أي دولة، إحنا قادين خير أن نحامي العراق. بالضبط، خلي عنا على العراق ونبنيه. مو صحيح ولا؟ نعم. نبني العراق، هاي الناس المفقودين خلنا نلقاهم البطقلاوية اللي بجف الصخر، مو صحيح؟ نعم. نعم علي. أنا أشكرك علي من بغداد، كان معنا انقطع اتصال. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يجعل في ميزان حسنات. الله يسلمك. والله أستاذ عمر، أنا مريض يعني قلبي تعبان. ما عندك إلا العافية. من الله يخليك، أتفاعل أتمرض، يعني أنا أتمرض. نعم. وهذه المدة ما تقصف لاني مريض ومراقب، ويعني حياتي قطع. نعم. هذا جبري راح تنبعتاتي. بس شو واحد يقول لك يا أبو أحمد يوم أبو حسن يوم من حلة يوم من الكوت يوم من البصرة. نعم. واحد يقول لك، ايش يقول لك يا عراقي يا أبو يا شريك في هذا البلد. نعم. فكر إنه بقى أقول لك إيران، أنا أعرف أكثر من عندك، أعرف سنة إيران. والله لا تقصر بالشيعي
ولا تفكر بالسني ولا تفكر بالعراقي او العربي، فكر بمصلحتك، تفكر شلون تعبر على العراقيين وتخليهم طريق فدوة. فكر فكر، لا تقول وما يرسل من قول الا لديها رقيب عزيز. بس انت توقف يا ماما الله، فكر يا ابو احمد يا حبيبي يا امثال ابو احمد، فكروا بالعراق. انت لا تتصور، والله 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 لا تتصور في يوم من الايام ترى في الشيعه نفكر بايران هي عمقنا، بس يا تحت قرنا حبيبي. انا عايش في ايران واعرف ايران وجيب اللغه الفارسيه واعرف كتبهم واشتغلت وياهم وعرفت كل شيء. يجي يضحكون علينا لان احنا شيعه وينتقونا. والله 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 ما داعش الا لعبه، وتبديل الامامين ما هو الا لعبه. حتى شوف اقول لك بس بساير، من الخليقه منذ الديقار من الدوله البابليه الى داريوش الكبير الى الدوله الساسانيه ما فت الى الدوله البويهيه الى 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 احتلال بغداد 656 الى احتلال بغداد 2003 الا كانت خدع قدر الوصول. ابدا قبر التاريخ منذ خلق الله الخلق لهذا اليوم الايراني ما درونا الا بالخدعات اللي ركبوا على امثالك وقالوا لهم اتصلوا على العراق بيدكم. نعم. يقول اذا حارب العراق وايران انا اوقف الى جانب ايران. والله والله الايراني يحترق. يكتب له ذاك اليوم بهاء العربي نائب رئيس الجمهوريه يقول خطه ايران عايشه عليه. ايران هي اللي جابت داعش وغير داعش. وانا خطر، انا حياتي بخطر قاعد احكي لك. لانه انا كثير ما اتحمل للعراقيين كل العراقيين. زين ابو علي، انت ذكرت انت بحياتك حياتك خطر، اكو جهه معينه هددتك؟ بابا اقول لك نعم. كلهم دولك كلهم يهددون بمجرد ان يعرفون يهددون، وانا شاهد منهم. نعم. الو اسمعك ابو علي. يا اخوان لا تبيعون العراق، لا تفكر. يعني انت شلون صدام تقول مالي انا لازم ادام صدام بالي ما سلم لايران؟ ما يصير يا اخي. صدام مو خوش انسان، انت تتصور وتسوق من خل اقول لك احنا 16 سنه وراحه وراح النظام راح قلت لك. نعم. انت شوف يعني انا هسه الاستاذ عمر قاعد ياتي يقول احنا تعبانين ما بينا عرض، يعني احنا ندافع عن اسرائيل؟ يعني ندافع عن اتحدوا؟ والله اسرائيل صابت. نعم. والله اتحدوا يا عراقيين. هسه في ايران سنه وشيعه وكراد وشيعه عجيب. سمعنا احنا الشيعه كل شيء. ليش؟ ليش احنا يا واحد شيعه كل شيء؟ ليش؟ يبعثون علي. زين ابو علي، ابو علي اريد اسالك. نعم. البكتيريا تعرف وين تعيش؟ وانا اشكرك استاذ عمر طلعت عليك. انا اريد اسالك ابو علي قبل ما تروح. انقطع اتصال مع ابو علي من كربلاء. ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. تحياتي لابو علي، ظل يمه والله الحمد لله على سلامته ان شاء الله. الحمد لله. استاذ اريد اسالك سؤال، صفحت امريكا واسرائيل بشكل رسمي عن مسؤوليتها عن الانفجارات في المواقع اللي صارت في العراق؟ نعم. شلون ام عبد الله؟ عيد السؤال. انا اسالك انه هل امريكا واسرائيل صرحت رسميا قالت احنا اصحابين المسؤوليه بضرب المعسكرات الحشد؟ لا ما صرحوا. ما صرحوا. نعم. بس المؤشرات والتصريحات. نعم. التصريحات الصحف الإسرائيلية، والبارحة تصريح نتنياهو قال لك احنا نعمل على تدمير القواعد الإيرانية ان كان في العراق او سوريا او لبنان. مع العلم ان نتنياهو ما ادري شنو والله نسيت اسمه. نعم. قال احنا الشيعة الإيرانيين بيد واحدة مع إسرائيل. زين ماشي ام عبد الله. امريكا نفت. نعم. وقالت احنا ما ضربنا القواعد، وانما احنا موجودين في العراق بناء على طلب الحكومه العراقيه. نعم. ومنظمهم نور المالكي ولامد بعيد. نعم. لامد بعيد. زين استاذ،
عندنا الحاله اللي صار بالعراق انه اصبح مخزن للسلاح، هذا وين راح يصير؟ راح يضرب به الشعب العراقي والمنطقه العربيه باكملها، وكان هو هذا هدف الاحزاب اللي تحكم العراق مع ايران، هو الوصول الى السعوديه والقبضه على منابر مكه، يعني هذا كان هدفهم، يعني تدمير الاسلام. زين؟ فأنا أتصور أنه تدمير المعسكرات اللي صارت في العراق ترى هي أعتقد أنه من دخلوا الطائرات المسيرة من الحوثيين وقاموا يضربون بها الوطن العربي، أتوقع أنه قسم من الحشد، أكو ناس شرفاء ترى، أكو ناس يعرفون أنه مصلحة البلد أهم من إيران وأهم من إسرائيل وأهم من أي دولة أخرى، ليش ما نتصور أنه هم هم اصحاب اهل العراق؟ لا عبد الله، المؤشرات كلها مو قلت لك، هو كتصريح رسمي ما صرحوا، لان شنو؟ قبل ثلاثة ايام قال لك المتفقين الصهاينه مع الامريكان مع الروس بانه اسرائيل ما تعلن انه ضربت القواعد او المخازن الاسلحه بالعراق، بس كل المؤشرات تؤكد بان الكيان الصهيوني هو اللي يقوم بهذه الضربات. زين استاذ، ليش هسه الطيارات المسيره من الحوثيين توقفت؟ لا ما توقفت، لم تتوقف، بعدها تمارس عملها الاجرامي بضرب الاراضي السعوديه. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.